تراي اتصلت فيك وانت ما ردت، ايش اسوي بك بعد؟ وش ارد علي انا؟ ما قاعد لك اني زعلان ولا ما تسمع الاخبار؟ انت قاعد لكم زعلان ثاني من امس. زين زعلان ترى عدنا على كيف اخبرك؟ انت كما ترد ما تدري انا كيف اخبر الواحد يوم زعلان كيف يتخابر؟ زين اوه يعني لازم اطرش لك مسج رد؟ تو احنا رحنا تو في العين بنسوي اعلان وش؟ وش سوي بك؟ احنا خلاص عاد روحنا ترانا في العين. روحتوا انتوا بس روحوا برايكم، لكن انا اقول لك انا ما مرتاح منكم. وش سوي بك؟ ترى اتصل مابك ما رديت او ما تو علي ما اتصل فيك. اتصل بس اتصال، انا ما اتصال ما برد، انا زعلان. اي وش يخبرك؟ يخبرني مسج، يسوي لي مسج ان عندنا اعلان. تو احنا ابوي في العين وخلنا بنخلص امور الاعلان. تو انا ما ذنب شيء، ترى انا متصل فيك انت ما ترد. بعد الحين الواحد يوم ما يرد وش ذنبه علي؟ يا ولد ابوي يكلمونه. لحظه الحين بسالك سؤال انا، علي شو ذنبه علي؟ اتصل بيك لا رديت عليه. كيف وش ذنبه ترى انا زعلان؟ زعلان كيف يتخاطر؟ يتكلم الزعلان يشوف ربيعه شو يبه. زين ابوي شوفوا انت ما زعلان؟ كيف زعلان؟ احنا بنسوي على ابوي اعلان مال برجر بين ويلك. انا قايل لكم يا اخي انا كل يوم جاي اعلان انا برضي. انزين انزين انت اتصل فيك مع انه ما اتصلت، روحك ما رديت. قال لي بعد انا من الظهر اتصل فيه ما يرد علي. ايوه بعد قول له يطرش مسج، اكتب لي فلان ترى عندنا. اسمع بيسوي لك رساله بيطرشها لك البيت بعده. اي ورقه وقلم بروه بنجيب لك بروه. عي انا اتصل بي رديت عليه، اتصل بي رديت عليه، ابو سيف اتصل بيك ما رديت عليه. رديت رديت اتصل فيك ما رديت عليه. ردينا ردينا. انت مالك لا طايع ترد. زعلان يا ابوي زعلان. انزين احنا مسوي اعلان على مال برجر، زعل انت. تو كل برجر كل ملح ان شاء الله. يا مكان بعيد مشي، لو بنقول لك تعال تو ما بتواحى. ما يصابه ما يصابه هو. انا ما بتريح. ما دعك ما يصابه في الليل. علامك تسوي. يا ابوي ليل ليل وعيف والعين ويبال ما يبال تخشيشات ما في فايده. ما علي المره الجايه، المره الجايه ان شاء الله. لا تخلي هي تو ما عليكم ان شاء الله. زين دير دير دير. لا ترد على التليفون، لا ترد لا ترد. ما برد انا زعلان، انا جايكم وقت اعلان برضي بس دعمك اعلان ما بتخاف. زين لا ترد على التليفون، لا ترد. تم زعلان تم زعلان، لا ترد لا ترد تم زعلان. يا ربي الاعلان، الاعلان عندهم الاسكري مو البرجر والشيء ما حد ليه اليوم. كذا انجينا كذا كذا انا متامح كذا. المنسق عطني المنسق. اه وش؟ اقول لك مره ثانيه سوى لي مسج ان عندنا اعلان قبل هاليومين، سوى لي مسج. يا رب ما صابت علي انت المسج ما انتبهت له. انزين ما مشكلة، يلا الامور طيبة. يلا برايكم. يو عاد ما برجر عندهم، ما برجر ما عروض مسويين. وين موجودين؟ بعد وين تسأل؟ بالعين دار الزين. وعندهم من؟ جست برجر. مكانهم وين؟ مكانهم ما مغوار. خيمة زمان. شايفين خيمة زمان؟ مرة مقابل خيمة زمان. يا سلام. عندهم وجبات جديدة. تشيين وجبات جديدة. تدشين. تشيين. تدشين. تدشين. وجبات جديدة معهم. وما لدى الفرع على بالك. معهم بعد أفرع. وايد في الإمارات. وايد بالإمارات. شوفوا خلكم تابعين، شوفوا تدشين الوجبات الجديدة. جست برجر. في اللعبة شوف. الخطوة الأولى اللي مع جست برجر. معهم طال عمرك ترف البرجر. يا سلام. كيف يدوب. يو هم سوايا بالفحم يقول لك. أنا عم. هذه وجبة جديدة. منزلها في جست برجر. ييب ييب ما وقت تو ما وقت تصويره. عاد انت اشرح حاجه بس ما كله اكل. وقت طعم تعطى الراي. يا سلام سلام بسم الله. واحنا ما ناكل يعني. انت بس تخابر وانا طعمك راح احصل جاي. ترفل برجر هذا باللحم ومسواه بالفحم. بالفحم. اول وجبه ما يحتاج. علي شوف الوجبه الثانيه. الخطوه الثانيه. شوف. برسكت برجر. برسكت برجر. برسكت برجر. يا سلام. هذا تجيك باللحم السموك المدخن.
سموك المدخن. يب زي يب. شوف هاي الوجبة الثانية اللي منزلها في جست برجر. أشوف يب يب عاشق. هاي الوجبات دي. هذه وجبات جديدة كلها من اليوم بتحصلوها موجودات في جميع أفرع جست برجر الموجودة في الإمارات. ها. بس هني جايبين لقطة كله بس ما يتكلم يعني. يا الله. والثانية ما عليها كلام. عيل عينك على الوجبة الثالثة. جيزي برجر. يا سلام شوف. هذا تيك طول بعمرك باللحم. سموك المدخن وجبة جديدة نازلة في جست برجر. في كل افرعهم الموجوده في الامارات زي جبته وما وقته خليه يجرب الرجال قاعد يتجرب لا تجربه عندي يا ربع ما عشان شيء شوف 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 انا بقول لك الكتاب واضح من عنوانه شوف ابوه كم طويل هذا ها بعد ما واحد يصيح والله العظيم والله قسم الوجبات اي خلصنا بس شوف اللي عندهم ترافل فرايز يا سلام هذا ترافل فرايز يا فهد يجيك بصوص الترافل والتشيز احنا مخلايين نتكلم هذا فرايز جديد تو نازل طول بعماركم جست برجر هذه الوجبات اللي تكلمنا عنها كلها بتحصلوها من اليوم موجودة في كل أفرع جست برجر في الإمارات يا مرحبا أبو راشد جست برجر دشنا ثلاث وجبات جديدة حلو وهذا جست فرش جيرانهم نعم قال يستوي إن جست برجر يدشن وجبات جديدة وإحنا ما ندشن شيء عايزيدك دشنوا دشنين ثلاث أصناف جديدة الليمون دراجون جوس يا سلام هذا الترند الجديد يعرفون كلهم وعندك المانجو دراجون جو مانجو ايس كريم يا سلام وعندك اللوز ايس كريم هذا كله جديد هذا ثلاث اصناف كلها بتحصلوها بجست فرش